أنا دائما بقول مش الأزمة بالتشريعات. إحنا عندنا عيب بالنفوس، إحنا عندنا عيب بالنفوس مش بالنصوص. يعني إحنا بالعكس إحنا من الدول المتقدمة في مجال التشريع من بداية الدولة الأردنية. يعني لما نتكلم عن القانون المدني الأردني، القانون المدني الأردني أخذت في بعض الدول كما هو كما هو أخذت القانون اللي حط سنة 1976 وضع كما هو. لكن المشكلة عندنا هي المشكلة في المزاجية أحيانا في في, في في صياغة التشريعات، عدم الاستقرار خلال مرحلة من عمر الأردن اللي كانت بعض التشريعات تطلع لأشخاص معينين أو لفئات معينة وتم التضرر منها. الآن دورنا كبرلمان، يعودا على سؤالك، دور البرلمان، البرلمان له يعني دورين في مجال التشريع. الدور الحاضر الغائب للأسف، يعني الدور الحاضر الغائب وهو دور الاقتراح بتشريع، وللأسف يعني قليل جدا أنه البرلمان الأردني بموجب الدستور مارس هذه الصلاحيات اللي من حقه أنه يقترح القانون ابتداء وبالتالي يرسله للحكومة بوضعه في قالب تشريعي، ثم تعيد الحكومة مرة ثانية للبرلمان. وهذا بحاجة حقيقة إلى خبرات برلمانية وخبرات يعني في مجال التشريع داخل اللي هو قبة البرلمان. والدور الآخر وهو الدور المتعلق بمناقشة مشاريع القوانين تحت القبة أو من خلال لجان المتخصصة. أنا بعتقد يعني البرلمان، يعني أنت نوعا ما أجبت على السؤال إنه هل لدينا البيئة الاستثمارية الآمنة، وهل نوفر نحن البيئة الاستثمارية الآمنة للمستثمر العربي أو الأجنبي؟ وأعتقد أنه أنت تقول نعم.